وللمزيد حول هذا الحدث المتميز معنا مباشرة من مدينة العيون موفد قناة ميدي ان تي في النعمة ماء العينين. أهلا بك النعمة. مساء الخير كلثوم ومساء الخير مشاهدينا الكرام. النعمة، لو نضع هذا الحدث في إطاره الجيوسياسي، يعني ما أهمية انعقاد دورة لبرلمان مجموعة دول الأنديز بالعيون وزيارة الوفد البرلماني للمنجزات والمشاريع التنموية بالجهة؟ في البداية دعني أقول أنه تجسيد للاستراتيجية والخيال الاستراتيجي للملك محمد السادس بتقوية علاقات جنوب-جنوب. انعقاد مجلس البرلمان الأنديني بالمدينة العيون له دلالات عدة، خاصة أنه يأتي بعد تخليد مرور 4 سنوات على توقيع اتفاقية انضمام البرلمان المغربي إلى البرلمان الأنديني. بالأكيد على أن له دلالات خاصة وأنه تجسيد للعلاقات المغربية مع دول مجموعة الأنديز، واجتماع اليوم اجتماع البرلمان الأنديز هنا في مدينة العيون له دلالات خاصة، ويأتي كذلك بعد أن اطلعوا على ما تشهد الأقاليم الجنوبية من تنمية. يعني رئيس البرلمان الأنديز أكد في خلال مداخلتي في هذه الجلسة، يعني قبل يعني إعلان جلسة خاصة، أكد على أنه شاهد بأم عينه التنمية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية بعد زيارة سابقة له في سنة 2017 كما جاء في التقرير. الأهم من كل هذا هو على أنهم تفاجؤوا بال التنمية التي تشهد الأقاليم الجنوبية على مختلف المجالات، والأكيد على أن هذا الخيار الاستراتيجي للملك محمد السادس ترجم اليوم على أرض الواقع بتقوية العلاقات ما بين المملكة المغربية، خاصة مجلس المستشارين ومجلس البرلمان، وانفتاحهم على دول أمريكا اللاتينية، خاصة مجموعة دول أنديز التي عقدت لأول مرة تعقد يعني جلسة عامة لها خارج مجموعة دولها. النعمة ماء العينين موفد قناة ميدي ان تي في إلى العيون، شكرا لك على كل هذه التوضيحات.